غابة الموصل، رئة المدينة الوحيدة التي بقيت تتنفس منها، تصارع اليوم من أجل البقاء ما بين أضرار الحرب وسنوات العطش، وما بين الحرائق وقلة الإمكانيات لدى شعبة الغابات التي كانت تمتلك كادراً يصل ملاكه إلى 400 عامل، وهي اليوم تقاتل باثني عشر عامل فقط. المساحة الخاصة ببلدية الموصل حوالي 275 دونم، تم زراعة أكثر من 50 دونم، يعني تم زراعة أكثر من 21 ألف سجغة. شهدت غابات الموصل في الفترة الأخيرة عدة حرائق نجح الدفاع المدني بالسيطرة عليها، وقال أن سببها هو الإهمال. أما شعبة الغابات فهي عاجزة عن التنظيف والتأهيل بسبب المخلفات الحربية، وقد زرعت خلال سنوات ثلاث قد مضت قرابة 21 ألف شجرة، ولكنها تحتاج إلى المزيد. يعني لا تتعدى 15 إلى 20 حريق. معظم هذه الحرائق اللي حدثت نتيجة الإهمال لم يسجل لدى مديريتنا التعمد في حرق منطقة الغابات، لكن شهدنا هذا العام حرائق في منطقة الغابات أكثر من الأعوام السابقة. بلدية الموصل قالت أنها تعمل على تجهيز منظومة للري، وتبحث عن موقع جديد لإنشاء غابات جديدة بعد أن خسرت قرابة 80% من هذه الغابات بسبب عائدية ملكية قرابة 600 دونم منها لمديرية التربية، والتي حصلت عليها الأخيرة بقرار قضائي بعد تقديم الأوراق الرسمية. تم الإعاز بإعادة تشجير جميع المناطق التي تم حرقها، سواء كانت بفعل فاعل أو سوء خدمة. لدينا خطة بتفعيل وإعادة تشغيل منظومة الري وتوسيع الرقعة الخضراء في مدينة الموصل. إضافة إلى ذلك نسعى إلى إيجاد منطقة غابات جديدة لمدينة الموصل، لا سيما أن مدينة الموصل محاطة بأراضي زراعية. ما لا يزيد عن 300 دونم فقط هي ما تمتلكه البلدية من الغابات، وأرضها ما تزال ممتلئة بالمخلفات الحربية، وهذا خطر آخر يهدد هذه المساحات الخضراء. خطر الحرائق ليس الخطر الوحيد الذي يهدد غابات الموصل، إنما يهددها خطر آخر يتمثل بنقص المعدات والإمكانيات وقلة الكوادر، وهذا الخطر يخنق رئة هذه المدينة التي تتنفس منها. من الموصل، محمود الجماسة، قناة التغيير.